من يقول: لا نحكم بسلامة عقيدة المسلم وبكونه سنياً سلفياً حتى يثبت ذلك، هل هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟ الأصل في المسلم عموماً الخير والعدالة، والأصل في العالم الخير والعدالة، إلا إذا تبين عنده ما يخالف ذلك فهنا يناقش وينصح عما عنده من الخطأ. أما اتهام الناس وقولوا والله ما ندري عن عقيدة هذا، ولا ما دام إنه مسلم ويصلي، هل أصل فيه العدالة والخير وأحسن الظن بالمسلمين. نعم.